وهذه الأسماء المنطلقة في شوطنا السابع بتحديات الثنايا ومنافساتها وانطلاقاتها وآمال ملاك هذه الشعارات لانتزاع هذه السيارة الغالية في هذا المهرجان الكبير ومنافسات الأشقاء القادمين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذا المهرجان الغالي في تحديات ومنافسات الثنايا. والله رب العطايا. ننطلق مشاهدين الكرام مع المركز الأول مباشرة مع من يتواجد على المركز الأول، شعار محمد بن راشد بالشاوي الغفلي المتواجد على المركز الأول ممثلا للمشاركة من دولة الإمارات العربية المتحدة. فمرحبا بالأشقاء المتنافسين المتواجدين مع هذا التحدي ومع هذه المنافسة. ولكن في هذه اللحظات ينخطف هنالك المركز الأول من هدوء المتواجدة لعبد الله بن غريب العنزي المتواجد على المركز الأول بتحديات شعاره وانطلاقته على المركز الأول. أبناء المملكة العربية السعودية متنافسين متواجدين مع تحديات وانطلاقة هذه البطولة الدولية السنوية. ولكن نقلتنا مشاهدين الكرام إلى القادمة في ثاني المراكز، وصلت في هذه اللحظات هنالك السالمية متواجدة لصالح بن حسين بن مانع العجمي المتواجد كذلك ممثلا للمشاركة الكويتية مع تحديات أبناء الميدان ومنافساتهم وانطلاقات السالمية وانطلاقة هذا الشعار ومنافسته. ولكن نعم ننتقل إلى المركز الثالث القادم في هذه اللحظات، هنالك من يتواجد شعار حشر بن ظفر الهاجري، هذا الشعار الممتاز الممثل كذلك للمشاركة الكويتية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ويقدم لنا العطموس بتحدياتها وانطلاقتها على المركز الثالث. ولكن نقلتنا مشاهدين الكرام إلى رابع الأسماء والحاضرة في هذه اللحظات، تصل شروق بتحديات بن ربيع وشعاره مبارك بن ربيع بن عبد الله العجمي على المركز الرابع والخامس. من الجانب الأيمن تواجد من شعار هنالك بن جهيم المتواجد بشعاره ومنافسته وانطلاقاته. ولكن التدخل في هذه اللحظات والتواجد هنالك من الظبي المنطلقة على رابع أو خامس المراكز من واقع تقدم شعار بدر بن مطلق بن ماطر العتيبي مع هذه الأسماء المتواجدة. وهنالك التواجد من شعار كرم بن مشرفعي قادم مع تحديات جمايل مع منافسة هذا الشعار مع تحديات ثامن المراكز تاسع المراكز. وصل في هذه اللحظات شعار علي بن سالم بن علي بن متعب الصحاق المري متواجد وقادم من دولة قطر الشقيقة متنافسا مع الأشقاء مع كذلك هذه الشعارات وكوكبة الشعارات المتنافسة القادمة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي. هنالك على تاسع المراكز من يتواجد شعار بن طفلة مع منافساته وتحدياته، التواجد هنالك مع فزعة لحمد بن علي بن عامر آلف هيدن عن بن طفلة وشعاره. وهنالك على عاشر المراكز التواجد هنالك مع الأشقاء القادمين وكذلك المتنافسين لحظات ونتعرف عليها. ولكن العودة إلى المركز الأول. مشاهدينا الكرام نعود إلى مقدمة الشوط وإلى الانطلاق الأول. هنالك التقدم من لهبيبة لمحمد بن راشد الشاوي الغفلي، لهبيبة عفوا هي من تتقدم في انطلاقها الأول،
وفي مقدمة الشوط المركز الثاني أبناء الدار قادمين بكل قوة مع ثاني المراكز، هنا بانطلاق الظبي لبدر بن مطلق بن باطل العتيبي من يقدم الظبي، ولكن ما ينخطف هذا المركز في هذه اللحظات من الجانب الأيمن والتدخل هنالك من شعار بن جهيم القادم الآن بكل قوة مع تحديات شعاره هنالك مع أول المراكز ويتقدم مع أول المراكز بن جهيم. هنالك علي بن عبد الله من يقدم لنا جمايل في تحدياتها الممتازة، عبد الله بن علي بن جهيم المري في أول المراكز يقدم لنا جمايل بانطلاقها الممتاز مع المركز الأول. المركز الثاني ثاني المراكز أرى التقدم في هذه اللحظات من لهبيبة هي القادمة الآن في هذه اللحظات، أبناء الإمارات محمد بن راشد بن سالم الأغفلي يقدم لنا تحدياته مع المركز الثاني والمركز الثالث، أبناء الدار قادمين بكل قوة، هنالك الظبي المتواجدة مع المركز الثالث بشعار بدر بن مطلق بن ماطل العتيبي. المركز الخامس خامسا أرى الوصول هنالك من أبناء ميدان التحدي القادمين في هذا التحدي الكبير في يوم الثنايا. نعم تتقدم هنالك بتحديات علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق مع تحديات هنالك المنطلقة ضبة مع المركز الخامس. سادسا أرى الوصول من العيطموس حشر بن ظفر الهاجري من يقدم لنا تحدياته مع المركز السادس. وسابعا الوصول والتقدم في هذه اللحظات من شعار عبد الله بن غريب العنزي ليقدم لنا تحديات شعاره على ظهر هدوء، من تتقدم بكل هدوء لتخطف هذه السيارة التي رصدت هنالك عند خط النهاية. المركز السابع هنالك أرى الوصول مع التقدم من صعايب تتقدم البطلة لفلاح بن سعود بن ناصر الفهادي، أيضا شعار بالربيع قادم والشعارات قادمة الآن، ولكن نعود مشاهدين الأعزاء إلى مقدمة الشوط وإلى الانطلاق الأول. تواجدين إلى المتنافسين إلى الأشقاء القادمين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي مع الأسماء المتواجدة مع الشعارات المتميزة مع هؤلاء الطامعين، كذلك بالناموس كلمة غالية على جميع المتنافسين على جميع ملاك هذه الشعارات المتنافسة والمتواجدة. العودة إلى جمايل بن جهيم يتواجد مع المركز الأول، بن جهيم مع شعاره وكذلك ممثلا للمشاركة الكويتية على المركز الأول، عبد الله بن علي بن جهيم المري المتواجد على المركز الأول، عبد الله بن علي بن جهيم يتواجد بشعاره مع جمايل. يا جمايل الله الله، ولكن من وصلوا في هذه اللحظات أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة متقدمين مع الهبيبة المتواجدة في هذه اللحظات خطفت المركز الأول. الله السيارة السيارة غالية غالية السيارة على تقدمات كذلك هذه الشعارات والمتنافسين المتنافسين المتواجدين، ولكن الظبي الظبي في هذه اللحظات منطلقة على المركز الأول بتحديات بدر بن مطلق بن ماطر العتيبي المتواجد على المركز الأول في هذه اللحظات مع التحدي الأول مع الانطلاق الأول. ظبي الفلا رمز العطاء معنى الوفا متواجدة على المركز الأول بتحديات هذا الشعار وانطلاقته على المركز الأول. بدر بن مطلق بن ماطر العتيبي ممثلا كذلك للمشاركة الكويتية. الله
الله الله الله، نقلتنا مشاهدين الكرام إلى ثاني الأسماء، هنالك الهبيبة قادمة لمحمد بن راشد بن سالم الشاوي الغفلي على المركز الثاني. المركز الثالث جمايل وصلت جمايل بتحديات عبد الله بن علي بن جهيم المري. أما رابع الأسماء وصلوا الأشقاء من المملكة العربية السعودية قادمين مع عبد الله بن غريب العنزي متواجد بتحديات شعاره مع هدوء، وهنالك الصعاق بشعاره ومنافساته تقدمه على خامس المراكز. القدوم هنالك مع ضبا يا ضبا علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق، وصل في هذه اللحظات شعار الفهادي، وصل في هذه اللحظات بتحديات وانطلاقة صعايب الفلاح بن سعود بن ناصر الفهادي. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الضبي وانطلاقتها على المركز الأول، على المركز الأول. الله الله، إلى أين السيارة؟ إلى أين السيارة؟ تبقى في الميدان أم تغادر كذلك مع الأشقاء من المملكة العربية السعودية؟ أم هنالك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؟ أم القدوم هنالك من شعار بن غريب قادم مع هدوء، الهدوء الذي يسبق العاصفة ولكن لا هدوء مع هذه الشعارات المتميزة المتواجدة المنطلقة. يا سلام يا سلام، التحدي الأول هنالك مع بن جهيم، مع بن جهيم. إلى أين السيارة؟ بالربيع وصل بشعاره بتحدياته. هنالك شروق مبارك بالربيع بن عبد الله العجمي، الثلاثية الممتازة الخطيرة ولكن القادمة في هذه اللحظات على رابع المراكز، الوصول من هذا الشعار ومنافسته هنالك مع رابع المراكز ولكن المركز الأول، المركز الأول. هنالك جمايل، جمايل يا جمايل، تجملي يا جمايل، السيارة بالانتظار، السيارة بالانتظار. المشاركة الكويتية المتواجدة على المركز الأول، أبناء الدار، أبناء الدار. ولكن المركز الأول، المركز الأول. هنالك جمايل على المركز الأول، عبد الله بن علي بن جهيم، بن جهيم ولكن بنظفر قادم، بنظفر قادم. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، لحظات الاقتتال، ولكن بن جهيم، بن جهيم غادر بالسيارة. بن جهيم مع جمايل، عبد الله بن علي بن جهيم غادر، غادر بهذا الإنجاز ولكن يبقى باسم دولة الكويت. نعم هذا هو شعار بن جهيم، عبد الله بن علي بن جهيم المري. تهانينا وألفي مبروك وحصولها على السيارة، سيارة هذا الشوط. تهانينا وألفي مبروك. المركز الثاني كان الوصول من العيطموس لحشر منظفر الهاجري، أما المركز الثالث فكان الوصول مع شعار بالربيع الحاصل على المركز الثالث. أما المركز الرابع فكان الوصول للمركز الرابع صعايب لفلاح بن سعود بن ناصر الفهادي. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين، التهاني لبن جهيم وشعاره عبد الله بن علي بن جهيم المرئي.